حتى اللاعبين حملوهم المسؤوليه. لعبت امام منتخب ماهوش منتخب القوي، كنت قلتها لو خسرنا هذا اللقاء امام موريتانيا نغلق الريدو، لانه ماهوش من الطبيعي انك تخسر امام منتخب موريتاني يفوز لاول مره في تاريخه بمباراه في كاس افريقيا ويزيد يتاهل بثلاث نقاط. هذه الامور كانت سهله، ثلاث نقاط تاهلنا كما تاهل المنتخب المصري مثلا. وش رايك في اللي حدث اليوم؟ هل عندك تفسير على الاقل؟ انا والله راني نتكلم معاك، وفي بعض الاحيان سمحوا لي يا مشاهدي رانا على المباشر، في بعض الاحيان نقرص في روحي يعني نقول ممكن ما كانش منها انه موريتانيا فازت علينا ب1-0 صراحه. شوف رضوان، اولا خبيش عليك انا راني تحت صدمه باسكو جو سوي سور لو شوك. صدمه كبيره يا والقلب يا كان ديجا بحيرة قلبي، كان ديجا بحيرة العمر سكنة الحيرة قلبي كوية الحيرة زرة ولي زرة يا ولي حشارة هي سكينة بن عمي يا حمي لقيت له جبيرة كسري ما لقيت له دبيرة ضرية ما لقيت له جبيرة كسري ما لقيت له دبيرة وليا مرة صوني تتقلب الحكاية مريرة قلبي الحكاية مريرة العمر الحكاية مريرة